نفذ عدد من النقابات الأمنية في تونس وقفات احتجاجية ضد ما وصف بالانتهاكات الحاصلة حيال أعوان الأمن في التحركات الاحتجاجية الأخيرة. من جهة أخرى، أدانت منظمات حقوقية الانتهاكات الأمنية والأساليب القمعية التي وقعت خلال مظاهرات تطالب بالإفراج عن الموقوفين. هذا التصعيد يضع السلطات أمام معادلة صعبة، فما هي مآلاته؟ نتابع بعد التقرير التالي. بعد أن كان هؤلاء طوقا للاحتجاجات الشعبية في البلاد، صاروا اليوم وقودها. نقابات الأمن في تونس تنظم وقفات غاضبة على مدى 3 أيام، رفضا لما تصفها بالممارسات الاستفزازية في الاحتجاجات الأخيرة. الأساس نتاعها هي فهمتني حفظ كرامة الأمنيين، خاصة من الاعتداءات والشتم والإهانات اللي صارت في التحركات. ما نجموش نقولوا احتجاجية خاطر ما عندهم علاش يحتجوا، اللي صارت مؤخرا وخاصة نهار السبت الفارط، واللي شفنا الكم الهائل من الإهانات اللي تعرضوها الأمنيين. تحركات احتجاجية في أماكن مختلفة شهدتها البلاد قبل أيام على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وللمطالبة بإطلاق سراح المقفين. احتجاجات قوبلت بتعسف الأمنيين وفق منظمات حقوقية التي اعتبرت ما حصل استهدافا للحريات العامة واعتداء على القانون والدستور. اللي نحبوه زادة هو أنه الأمن يتبع قانون والأمن يخدم مقربة حقوق الإنسان. تو كي نشوفوا الإيقافات ونشوفوا في مراكز الاحتفاظ والمنسوب العنف اللي تمارس على الشباب، أنه أكثر تمارس في مراكز الاحتفاظ وقت له هو فما قانون ينظم الإيقاف ويعطي حقوق للموقوفين منها حضور محامي. تونس التي تعيش أزمة سياسية شملت عدة أصعدة تحتاج وفق كثيرين إلى ضرورة التأكيد على الحريات التي تعد أبرز مكاسب الثورة. احتجاجات شعبية تقابلها أخرى أمنية تضع البلاد أمام معادلة صعبة، معادلة قد تعيد الجدل حول قانون تجريم الاعتداءات على الأمنين إلى الواجهة بعد أن تعطل طرحه في مجلس نواب الشعب. أميرة مهذب، العربي، تونس. ونرحب معنا من تونس بالكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان في تونس بشير العبيدي. أهلا وسهلا بك معنا سيد بشير. بداية، كيف تنظر إلى استياء النقابات الأمنية وهل تجد أن فيه وجه حق؟ مساء الخير ليك ولجميع المستمعين. بالنسبة للنقابات الأمنية، عبرت بالأمس واليوم وطيلة الأسبوع الماضي من يوم السبت إلى الآن عن نوع من الاستياء والغضب الذي ترى أنه نالها في علاقة بالاحتجاجات. ومن حق القوات الأمنية أنها تعبر عن استيائها وعن غضبها، ولكن ليس من حقها أن تتجاوز حدودها في أن تصبح أولا خطاباتها خطابات عنيفة مؤدلجة موجهة ضد فئات معينة وضد قوى سياسية معينة وذات مضمون إيديولوجي وذات مضمون فاشي، وتمر كذلك إلى أن تضع نفسها مكان المشرع ومكان السلطة التنفيذية وحتى مكان السلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بما حدث يوم الأمس في صفاقس وما سمعناه من خطاب عنيف، خطاب فاشي، خطاب ينم عن كراهية وينم عن عداء وعنف لتيارات وأفكار سياسية ويعني فكر سياسي معين. نعم. كما أن ما حدث اليوم في تونس وما عبر عنه بيان قوات الأمن الداخلي في تونس في إقليم تونس من كونه سيمنع وسيمنع كل تظاهر قد ينظم يوم السبت بمناسبة إحياء ذكرى الشهيد شكري بالعيد، وهو يوم مقدس ويوم يعني من يمنع، يعني هل هذا بغطاء وزارة الداخلية؟ سيد بشير، هل هذا بغطاء وزارة الداخلية؟
من سيمنع هذه المظاهرات؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. نحن نتحدث عن أمن جمهوري، نتحدث عن وزارة الداخلية، نتحدث عن قانون، نتحدث عن دستور يضمن حق التظاهر وحرية التعبير وحرية الاحتجاج، ولكن هذه عصابات داخل وزارة الداخلية تعبر عن تمردها على كل القوانين، سواء القوانين التي تنظم عمل الأمن داخل وزارة الداخلية أو على الدستور أو على القانون العام الذي ينظم ويمنح حرية التظاهر وحرية الاحتجاج. فالسؤال طيب. هذا من المفروض أن يتوجه إلى أولا رئيس الحكومة الذي يدير هذه الحكومة وينوب معنا وزير الداخلية هذه المدة، وكذلك إلى رئيس الجمهورية باعتباره هو الضامن للدستور وهو الراعي للحريات. نعم، يعني أنتم بانتظار رد الآن من قبل الجهتين الرئاسية والحكومية بخصوص ذلك. على كل بعض هذه النقابات التي ذكرتها وذكرت أن كلامها فاشي أيضا حملت المسؤولية للنقابات وللجمعيات والمنظمات التي دعت للتظاهر في 30 من الشهر الماضي. يعني لو تحدد لنا لكي لا يكون الكلام عمومي سيد بشير، أين الفاشية؟ ما الذي يستشاف أيضا بين سطور هذا الكلام من وجهة نظرك؟ اليوم لما يخرج علينا مجموعة من النقابات الأمنية، لا نعرف إن كانت تعبر عن موقف وزارة الداخلية، عن الموقف الرسمي للحكومة التونسية، عن موقف وزير الداخلية، أم تعبر عن موقف فئة معينة وجزء معين من الأمنيين الذين يهددون المواطنين بالتعرض لهم والاعتداء عليهم في عندما يخرجون يوم السبت، وبالتحديد في بيان الذي صدر أول أمس، في البيان الذي يمنع التظاهر يوم السبت ويهددون المواطنين الذين سيخرجون لإحياء ذكرى وفاة الشهيد شكري بالعيد. هؤلاء الذين يتصلون عبر الهاتف والذين ينشرون أسماء بعض الحقوقيين وبعض المناضلين وبعض المحامين وبعض الناشطين ويهددونهم طيلة هذه الأيام بأنهم سوف يتعرضون إليهم وسوف يعتدون نعم. عليهم إذا ما خرجوا إلى الشارع وإذا ما احتجوا على الأوضاع خطيرة. التي تمر ربما بها أعود يعني إليها معك سيد بشير، ابقى معي لو سمحت. الآن نتوقف مع الزميلة رانيا دريدي تطلعنا على معلومات قيمة عن النقابات الأمنية في تونس، نتابع. تعتبر تونس واحدة من الدول القلائل في العالم والوحيدة في العالم العربي التي سمحت بالعمل النقبي لرجال الأمن منذ عام 2011. هذا الامتياز لرجال الأمن في تونس كان مشروطا منذ البداية، وهي التزامهم بعدم الانخراط في العمل السياسي، وتقتصر مطالبهم واهتماماتهم على تحسين الوضعية الاجتماعية، كما لا يمكنهم الانضمام إلى المنظمات الشغيلة. على أن هذه النقابات كانت منذ بداية مثار امتعاض وغضب لدى فئات واسعة تونسية، أكان في النخبة أو في الشارع، ويرى كثيرون أنها حادت عن أهدافها ودورها المهني لتدخل غمار السياسة وتنخرط في الصراع السياسي الدائر في البلاد عبر اتخاذها لبعض المواقف التي اعتبرت سياسية ولا شأن لها بالعمل النقابي. بوادر الأزمة والتجاوزات بدأت منذ النشأة حين تم إصدار المرسوم رقم 42 لعام 2011 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وينص الفصل 11 منها على أن لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقبي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها. وتم إنشاء أكثر من نقابة بهذا القطاع، إذ تم استحداث 5 نقابات بين عامي 2011 و2013، وكثيرا ما نظمت قوات الأمن مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام قصر الحكومة والجمهورية والبرلمان في ظروف حساسة كانت تمر بها
البلاد. ونذكر هنا محاولة النقابة الدفع بقانون مشروع زجر الاعتداء على الأمنيين للمصادقة عليه والقابع في رفوف البرلمان منذ عام 2015، وطال التهديد مجلس النواب عام 2017 حين هددت هذه النقابات نواب الشعب ورؤساء الأحزاب بالتوقف عن إجراءات الحماية لهم إن لم يتم عرض مشروع القانون على البرلمان في ذلك الوقت. ويتهم حقوقيون أن النقابات الأمنية أصبحت تمثل درعا للأمنيين وحماية لبعضهم من أي ملاحقة، مثل محاصرة مقر المحكمة الابتدائية في ولاية بن عروس في مارس من عام 2018 بسبب إحالة 5 من زملائهم إلى التحقيق من أجل شبهة التعذيب، أو عن تأمين جلسات المحاكمة في قضايا العدالة الانتقالية، أو رفضها لتأمين حفل موسيقي بتعلة أن الفنان كلاي بي بي جي أساء لقوات الأمن في إحدى أغانيها وغيرها. أعود إلى السيد بشير العبيدي في تونس. سيد بشير، تحدث قبل قليل عن تهديدات تطال الناشطين بشكل مباشر، ربما هذا تجاوز خطير يستدعي الرد عليه بأسرع وقت ممكن، لكن عموما كل هذا كما يقول البعض يشي بأنه حتى بعد 10 سنوات من الثورة ما تزال العلاقة بين المواطن والأمن مبنية على الترهيب. هل تعتقد أن النقابات الأمنية اليوم هي الواجهة المثالية التي تخفي خلفها أبواب القمع؟ شوف، احنا في المجتمع المدني وخاصة في منظمات الحقوقية ومنظمتنا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نعتقد أن الحل يكمن في خلق علاقة تعاون، علاقة تكامل، علاقة تآزر بين الأمن والمواطن. إلا أن الفشل الذي تشهده الساحة السياسية، يعني فشل السلطة الحاكمة في تحقيق الانعطاق الاجتماعي والاقتصادي وفشلها على المستوى السياسي، نرى أنها اليوم تريد أن تنقله إلى صراع أمني وتستعمل الذراع الأمنية بشكل سافر وبشكل قذر لمواجهة التحركات الاجتماعية. إن تحويل المعركة من معركة سياسية حول المشروع السياسي وحول القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى صراع بين قوى أمنية وأذرع أمنية، لا هنا لا أشير إلى كل المنظومة الأمنية وإنما إلى بعض الأذرع الأمنية التي تريد أن تعوض الفشل السياسي وتنقله إلى صراع مع الفئات المتضررة، وهي الفئات الشعبية التي تخرج إلى الشارع. نعم. وتنادي بالتنمية وتنادي بالشغل وتنادي بغيره. في هذه المعادلة كما قالت مراسلت، في هذه المعادلة الاحتجاجات الشعبية والاحتجاجات الأمنية كما قالت مراسلتنا قبل قليل، هذا الجدل وهذه المعادلة الصعبة تعيد ربما إلى الواجهة قانون تجريم الاعتداءات على الأمنيين إلى الواجهة بعد أن تعطل تمريره في مجلس النواب. هل تعتقد أن ما يجري يمكن أن يشكل الحجج المثالية لربما تمرير هذا القانون أم ليس بعد؟ نحن عبرنا عن موقفنا في العديد من المرات سابقا لما طرح هذا القانون منذ 2013، وعبرنا عنه في السنة الماضية وفي السنوات التي قبلها من أننا لسنا في حاجة إلى قانون لتجريم الاعتداء على الأمنيين بقدر ما نحن في حاجة إلى تفعيل القانون الذي يضمن تحقيق نظام حكم أو تحقيق أمن جمهوري يحترم القانون ويوازي بين المواطنين. نحن عانينا في النظامين السابقين سواء في نظام بورقيبة أو نظام بن علي من ظاهرة الإفلات من العقاب، وهذا القانون لا يمكن إلا أن يسير في هذا الاتجاه ويجعل من الأمنيين خارجين عن القانون ولا يمكن معاقبتهم. اليوم
كل القضايا تقريبا التي تقدم ضد الأمنيين والاعتداءات الأمنية نجد أن هناك تواطؤ لوضعها في الرفوف ولا ترى النور، في حين أن كل قضية ترفع ضد مواطن في علاقة بأي مسألة من المسائل قد يصير فيها استعجالا صاروخيا لعرضها على المحاكم ومعاقبة المواطنين. فنحن نريد عدلا في علاقة بعدم الإفلات من العقاب سواء من طرف هذا أو من طرف ذاك، ولا نرى أن الأمني في حاجة إلى قانون آخر لحمايته حتى يحقق هذا التجاوز. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة بشير العبيدي، الكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان في تونس.